طلاب عيني، المحاضرة الثامنة Extraction of DNA، استخراج الدي ان اي. بدينا من النص لين بذلنا داخلها، منها داخل الخطوة الأولى الخطوة الثانية وجوه. الخطوة الأولى يقول لك break يعني كسر، open أو فتح، lies بين قوسين تحلل، كل نفس الكلمة. The cells الخلايا أو الفيروسات التي contain تحتوي على الدي ان اي، احنا راح نفتح أو نحلل الخلايا اللي بيها دي ان اي لين احنا نريد Extraction، استخراج الدي ان اي نريد نستخرجه. فورتكسينج نسوي له تدوير، انا خلط ببالي شو طلعت مخلط، هنا تدوير خوش نبهني واحد من الاخوه الله يوفقه. فورتكسينج تدوير وذ فينول، هو مو تدوير انا مقتنع خلط، ما لكم علاقه بالترجمه، خلط نخلطها ويا الفينول حتى شنو، حتى نفلشها او نحللها او نفتحها. تمام هسه ايش عرفت؟ عرفت انه الفينول شنو شغله، انه يفتح او يحلل الخليه او الفيروس اللي داخله دي ان اي. واضح خوش. يقول لك اوفن غالبا افكتيف بريك داون سيلر، ما له علاقه بيخوش. ذا اديشن باضافه شنو، او اكو شغله اضافيه انه نضيف الاس دي اس، هذا الاس دي اس هو ديترجنت منظف او محطم ضروري المن ريموف لازاله الليبد والليبد ممبرز الغشاء الدهني. اذا صار عندنا مادتين، اول شيء الفينول راح يفلش لنا او يحلل لنا او يفتح لنا الخلايا او الفيروسات اللي بيها دي ان اي، وثاني شيء حتى نتخلص من الدهون راح نستخدم الاس دي اس. هاي خلصت الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه ايش بيها؟ يقول لك الدي ان اي الساتشويتد بروتين المرتبط بالبروتين والمرتبط بالاذر بروتين، يعني بروتينات اخرى ما نغرب بيها، ماي بي ديجريدد نقدر نحطمه وذ، يعني نحطم البروتين وذ بروتيز. اذا هذا البروتيز شنو شغله؟ يحطم لنا هاي البروتينات المرتبطه بالدي ان اي. وابريسيبيتيشن ترسيب اوف ذا بروتين، هذا البروتين من حطمناه شلون الرسبه؟ تمام باي اديشن اضافه سولت الاملاح، يا هي هاي الاملاح الامونيوم اور صوديوم اسيتيت، لو امونيوم اسيتيت لو صوديوم اسيتيت. وين حينما سامبل فورتكسد يعني يتم تدويرها، هاي العينه راح يتم تدويرها وذ فينول كلوروفورم and centrifuged، يعني السنتر البروتين راح يبقى عضوي ونقدر نسحبه دراون اوف يعني بالبايبيته. وماكو بعد فد معلومه، خلص هاي الخطوه الاولى والثانيه. خوش الخطوه الثالثه الدي ان اي اللي مرسب بريسيبيتيتد باي ميكسينج بواسطه خلطه بالكولد ايثانول اور ايزوبروبانول. اذا الايثانول البارد شنو البارد او الايزوبروبانول راح يسوي لنا ترسيب للدي ان اي ونسوي له سنترفيوج. ذا دي ان اي انسولبل، هو غير ذائب بالكحول، ويل كم اوت، يعني مثل ما شرحت بالبصمه انه ما دام ما يذوب بالكحول فراح يطلع لفوق. خوش الستيب 4 الخطوه الرابعه ووش غسل ذا ريزولتنت الحصيله او الناتج مال الدي ان اي بلت. بلت شنو؟ هذا التيوب الدي ان اي راح تكون عباره عن حبات هيجي فنسميها بلت وذ كولد الكحول، راح نغسلها مره ثانيه ويا الكحول البارد اجين مره اخرى and centrifuge، ونسوي له centrifuge حتى retrieval نسوي له إعادة، يعني نجمعها سوا. هاي نسوي له centrifuge كلها راح تنزل تتجمع بمكان واحد. واضح البلت هاي الحبات. خوش الخطوة شنو؟ الخطوة الخامسة. تمام after boring بعد الصب، ورا ما صبينا الكحول off لبرا، البلت drying راح تجف and نسوي لها suspend، راح نعلقها مره ثانيه نسوي لها اعاده تعليق، نعلقها يعني نحفظها. وين نحفظها ورا ما ذبينا الكحول وجمعناها؟ نحفظها ببفر، يا هالبفر هذا اما ترايز واما تي. اذا الخطوه الثالثه هي صب الكحول وتجفيف البلت الحبيبات ونحفظ الدي ان اي ببفر اما تي واما ترايز. الخطوه الاخيره وجود الدي ان اي، شلون ناكد انه اكو دي ان اي؟ كونفيرمد راح يتم تاكيده بواسطه الكتروفورسز، عمليه الكهرباء الكتروفورسز اللي هي عليه من على جل اجاروز، على جل الاجاروز اللي محتوي كونتين اللي يحتوي على ايثيديوم برومايد. اذا شلون ناكد وجود الدي ان اي؟ راح نفحصها بالكهرباء على جل الاجاروز بوجود الايثيديوم برومايد انذر او انذر ما لك علاقه. بالنتيجه ايش راح يصير؟ نفحصها ولايت يو في الاشعه البنفسجيه، وهاي خلاص انتهى الموضوع.